اخوي انا من اربد. اهلا وسهلا. اليوم متزوجه وعندي ولد وبنت. اهلا وسهلا. وبالنسبه لزوجي هو عنده اصابه عمل بيده الشمال. طيب. عنده اوتار مقطوعه. نعم. وما بشتغل اشي، انا بشتغل وبساعده بالبيت عشان ما لين دخل. لين دخل هو باخذ اصابه عمل الضمان 200 دينار 227 ضمان تقاعد. نعم. وهن ما بكفني شيء، بخصم من البنك 100 دينار بضل لنا 100. هو 100 شو يتعمل؟ اكل وشرب ولا مستاجر بيت 150 ولا مصروف كهرباء ومي وشرب ما بكفينا. وانا بشتغل بشركه بقعد فيها كمان يوم بروحوا العطاء بقول لي خلاص خلص العطاء. طيب. يعني انا مصدر الدخل من البيت صراحه، يعني ما بكفي لي ولاولادي حتى اواعي الشتويه ما امنتش. ورود شو بتشتغلي انت يا ولود؟ انا عامله. عامله. طيب ورود صوتك على الهواء الان، والشباب الان حتى لورنس وخالد معنا على الهواء يسمعوك، وان شاء الله غير نوصل صوتك يا ورود، واللي بده يفزع لورود يساعدها احنا جاهزين يا اخوان الفزع لورود من اربد. بدي اشكر ورود واشكر مداخله ورود معنا، يعني هذا هو اليوم الحاله اخونا لورنس. اليوم احنا شو بنقول؟ اليوم لورنس تحدثت انت قبل شوي، حكيت شغله اليوم عن كنا نتجمع عند رئاسه الوزراء نعطي مطالبنا. اليوم هو مش تجمهر او هو لا لا معارضه، هو اليوم حنوصل رساله، نوصل مطلب. يعني الاخت ورود دقيق بالله اخوي، الاخت ورود يعني هاي جزء بسيط، واحد 10 أقل 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 أقل, 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 اقل 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 لو افرجيك الرسائل اللي عندي يا سيدي. امبارح انا طلعت في مباشر، كان في عندي حملة كاز وصوبات توزيع للأسر الفقيرة ولا